السلام عليكم خوتي ورحمة الله تعالى وبركاته. عندي معكم اليوم واحد كريسات بالفرماج والكاشير والبصلة. هانتوما غادي نشوفوهم دابا. أنا عندي هنايا تقريبا نص كاس معامر ديال الزيت، وعندي هنا بياض بيضة وحدة صفرا غادي بيها حاجة أخرى. عندي الملحة هاهي هنا في هاد الزفة هادي، غندير معلقة ديال السنيدة ونغيش شوية خمس معلقة. هادوك نص كيلو ديال فرينة، واحد الكاس ديال فينو. إلا مكتكبش على بعضي نعاودلكم إن شاء الله على بركة الله. نص كيلو ديال فرينة، وكاس ديال 150 غرام كاس زنبة فرينة، هنا كتكون شادة راسها ما ف... ما ما خفيفة ما المهم كتلصق. نعاود ليكم العبار باش ما تنساوش، عندي نص كيلو ديال الفرينة، كاس ديال الفينو، واحد الكمشة ديال الجنجلان، وبياض ديال البيضة، نص كاس تقريبا ديال الزيت، الملحة، معلقة وربع ديال الخميرة. دابا صافي كما ساقت ديك مزيان، غير شويه شويه دكيها جميعها وغديها صافي. شوفي العجينه تقادات وندمجت العناصر هي هادي، في كاين العجينه خليها غطيها بشي ميكا ولا بشي منديل وخليها حتى تطلق على خاطرها. انتما شتو القوام ديال العجينه كيفاش داير، ما قاصحاش بزاف وما منخوفاش بزاف. نحيدو خير انا ها
ندير حتى العيال ديال الخبرات باش نديرها. وانا غادي نغرفها ندير لي هكا. ندير هكا الطحين فينو، ندير هكا بالفينو، عاد كنحط الكوع باش ميلصقوش ليا فيه. هي موزاريلا
مخربين يتابعوا دابا شفتوا ولا شويه باقيين هادو بيضين ان شاء الله تشدو من رمضان ان شاء الله الصحه والسلامه.